شكرا دائما على مشاركتنا في هذا اليوم العظيم، ويشرفني ان اكون من سيكشف عن اسم السفير على متن التجارية الجديد. بكل الفخر والسرور ارحب الشركة اسسيل بالفنان الكبير كاظم الساعد بصفته الشريك الجديد لنا. مساكم خير ومحبة، ومتمنى اليوم طبعا بالنسبة لي تجربة أعتبر راح تكون جديدة، فرصة حلوة لي بس مش فرصة حلوة تكون مع أساسية. Pleasure. Today we started the first day of shooting with Mr. Kaadhm Al-Sayed, that we just signed a contract previously to have him as our brand ambassador for Asiacell. As you know, Asiacell is brand name number one in Iraq for many years. Asiacell been brand name number one, and Kaadhm Al-Sayed on his own, he has been break recording for many years at the same time, and we are looking forward to build up more projects together and to strengthen each other's brand names, and we see this as a true partnership between both big brand names, Asiacell and Kaadhm Al-Sayed. كومباني أساسيل لراسيا بوية ونرمندي قورونا أسراوي جيهاني كاظم الساهر ما هضل هردو بوية كبتبا بالويزي براندي كومباني أساسيل لراسيا لبشن هوكاريكا هوكاريكا موكي كاظم الساهر تنها نرمندي كيان موسيقاري كيان براني جيرزي كيان لراسيا وخاواني روحي شيزو قورين لأولي إنسانية ولبري قريني دان باول قضياني كفي ودي بإنسانة ونهاية وكو هم نزان أو إستا شكل بالوزا كاني نتوي قدو كان بالوزي كاري شاكو واري كتبازي من 27 سنة بشتغل أكبر بروجكت فيه هالقد كونستراكشن وريكورد شغلة، يعني من شايف بهالسرعة هالقد ما بحيد اشتغل بهالقد. It's a huge project. يعني في شي 200 واحد على السيت بين الاكستراز واللي عم بعمروا وبيشتغلوا والكرو الإضاءة الأسستانيين البرودكشن. آسيا سيل كوماندا كاتا.